بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مرحبا بكم من التحاق بقناتي قناة أم عبد الرحمن. كثير المشاكل تعاني منها الأمهات مع الأبناء تاعها، خصوصا نسيان الحفظ. يتبدل معاه مجهود ويمشي حافظ، كيجي يقول لها نسيت كل اللي حفظته، ولا الخلاصة الفلانية خدمت فيها والتمرين الفلاني ما خدمتش فيه، نسيت وما تلقى لها حتى حل، وتتبهت اكثر منها. هو يجي زعفان وهي ثاني تزيد تتغير. طبعا احنا واش نقصد بهذا الفيديو؟ مواد الحفظ اللي هي التربيه الاسلاميه، التربيه المدنيه، تاريخ وجغرافيا، الوضعيه الادمجيه تاع اللغه الفرنسيه والانجليزيه، وكذلك البيانات في المخططات في العلوم الطبيعيه والتعريفات. طبعا تقريبا اغلب المواد تعتمد على الحفظ. هذا لو كان ما يجيبش فيهم التلميذ نقطه زينه ما يجيبش معدل مليح، راح يطيح له المعدل. التاريخ والجغرافيا المعامل تاعها 3 في المتوسط، وله في الابتدائي 2 تاريخ وجغرافيا مادة أساسية كيفها كرياضيات. إذا هذا الفيديو راح نقدم لك بعض الحلول، أكيد حل سحري إن صح التعبير، فقط التزمي به. طبعا أول شيء احنا نعانو منه أن الطفل في روحه ما يبقاش حفظ، كيشوف الدرس طويل يخلعه. طبعا أنا راني هنا في قناة أستاذة دريري ملخص في التاريخ، والأستاذة ملخص في التربية الإسلامية، أستاذة دريري ملخص في علاه التلميذ يبحث عن الملخص، راه يجي سهل. وهي المفروض ان التلميذ يحفظ كاع الدرس، على خاطرش السؤال ما عرفتهاش كاع وين يجي. هذه اولا. وثانيا الوضعيه الادماجيه في المواد تاع الحفظ، تكتب كل الدرس، كل الخلاصه، ما تنسى منها حتى حاجه ولا ما تديش نقطه كامله. اذا اولا اول نصيحه انك ما تخافش من الدرس الطويل، كي تشوف الدرس طويل ما تخافش منه. كي ندير نجزء الدرس الى مقاطع، وبين كل مقطع ومقطع ندير فاصلة، يعني ندير مقطع في إطار، هذا المقطع الأول في إطار، المقطع الثاني في إطار. لو كان عندي 7 مقاطع كل مقطع نديره في إطار. المقطع هو عبارة عن خلاصة، المقطع عبارة عن خلاصة. روح الأشياء اللي تغمرني هي التواريخ والأعداد في مادة التاريخ وفي مادة الجغرافيا. التاريخ الفلاني والعدد الفلاني، عدد السكان، المساحة، هذه ما تدخلش الراس. أرقام وأعداد ما عدنا بها حتى علاقة يليق تحفظها باش تكتبها. وكذلك التواريخ في مادة التاريخ وهما ياسرين. دوك كي ندير هنايا الأول التواريخ بألوان مختلفة، ندير لي سولينيير ولا ندير لي كولار كاعها هنا، نستعمل الألوان تاعي، ولا ندير لي سولينيير ولا لي فاتر كاع نستعمل هذه الالوان تاعيها لي فات، ندير ثاني كذلك لي سولينير. واش ندير بهم؟ نسطر كل تاريخ نسطر تحته بلون، كل تاريخ نسطر تحته بلون، وكل عدد نسطر تحته بلون، نستعمل كل الالوان اللي عندي. هنايا التلميذ اللون يخليه يستذكر التاريخ، اللون يخليك تستذكر التاريخ ويخليك تستذكر العدد. من كنا حفظ نعرف باللي 1974 لونتها بالاخضر تقعد في راسي، 15 فيفري 1952 لونتها باللون الاصفر تقعد في راسي. اللون يخلي التاريخ يثبت في الراس. طبعا هذا نديره من قد من جبد كراسي ونقعد نحفظ الالوان، ندير لهم نسطرهم الالوان والاعداد، نسطرهم بالوان مختلفه باش اللون يقعد لي في راس تاعي. كذلك واش اللي لونه نسطر الاسماء. هنا اللي استعملت التلوين في التواريخ والاعداد، في الاسماء والشخصيات والاماكن نسطر تحت الاماكن، نسطر تحت الشخصيه بالوان مختلفه. لان انا نحفظها في درس على باغ اكزومبل الامير عبد القادر، كلمة أمير عبد القادر ندير تحتها سطر بلون بالأزرق مثلا، يقعد هذاك السطر تاع ديك الشخصية. فأنا فقط خذيت هنا كمثال أمير عبد القادر. طبعا حنا نقرو شخصيات كثيرة في المواد تاع حفظ التاريخ والجغرافيا وتتخلطوا فيها. تحت التاريخ تحت الشخصية وتحت المكان نديرو أسطر وسطر، سيغتو هاد السولينيير ولا لو فاتر يديرو يخلوا الكتبات ها كاع لي نستعمل كاع لي كولير كاع التلاميذ عندهم. انا طبعا لاحظتهم هنا التلاميذ يقولوا عندي كاع عندهم كاع العلبه كامله تاع لي سولينيير كاع شارينها، نستغلها باش نخدم بها الخلاصه. طبعا هذا فقط هنا كون راني غنحضر راني نحضر باش نحفظ، مازال ما بديتش نحفظ، مازال ما بديتش نحفظ.
أيا روح الآن كي ندير نحفظ باش مت الحفاظة ما تبرش. كاين طرق الأولية تعرفوها كاع، والحل السحلي راه مع الأخير، تابعوا معايا. إذا أول شيء أنه يقرأ الخلاصة بصوت مرتفع. نقرا الخلاصه بصوت مرتفع، سواء هذا التلميذ راه صغير ولا راه كبير، يبدا قراءه الخلاصه بصوت مرتفع. طبعا راني قلت الخلاصه مش الدرس، الخلاصه يعني المقطع، يقراها بصوت مرتفع ويحضر العقل تاع الذهن تاعه. ثانيا كي كمل الخلاصه بصوت مرتفع عاود يقراها بعينيه، راه يقرا فيها بعينيه وراه يركز في المعلومات. واش كاين من بعد الخلاصه؟ طبعا راه فيها تقريبا 6 سطور ولا 7، يحفظها عن ظهر قلب. نبدأ الآن بالحفظ، الحفظ عن ظهر قلب. هنا الحفظ بعد الفهم، طبعا احنا رانا قرينا بالقراءة شهرية وقراءة صامتة وفهمنا الأشياء اللي المطلوب مني أن نفهمها، والآن نحفظ بالتجزئة، نحفظ هذه الخلاصة، نحفظها عن ظهر قلب. طبعا الحفظ بعد فهم والحفظ عن ظهر قلب. لحد الآن التلميذ راح ينسى، لحد الان التلميذ راح ينسى، الابن تاعك راح ينسى واش حفظ. علاش خاصك؟ واش خاصك؟ تبع معايا واش خاصك باش ما يحفظش. اولا انه يكتب ما تم حفظه، كل اللي حفظه يعاود يكتبه. واش يستعمل؟ يستعمل قلم الرصاص ولا الماركر، دير له كراس جديد يكتب فيه واش حفظ. طبعا احنا ما ناش نحفظوا الليله اللي وراها الاختبار مباشره، اللي حفظت كي غدوه الاختبار ما تدي لا يسر لا دليل. تحفظ درس وبقيه المواد ما تروحش حفظها. يعني حنا نحفظوا اسبوع قبل الاختبار ولا نحفظوا يوميا. هنايا يليق التلميذ يكتب واش حفظ، تاكدي مليون في المية اللي توصلتي تقول ابنك وقنعتيه باللي يكتب واش حفظ ما راحش ينساه لاخر يوم في حياته. يكتب واش حفظ. الشيء الاخر يكتب واش حفظ يعاود يشرح لك الخلاصه، هو كتب كامل قول له عاود شرحها لي، يعاود يشرح لك واش حفظ. ماما كذا فهكذا وروح كذا ودير كذا ومشى كذا وجاب كذا ومن كذا الى اخره ذلك حتى يكمل لك الخلاصه. بهذه الطريقه كي توصلي لهذا الكتابه ما تم حفظه يكتبها الابن تاعك صحيح ويعاود يشرح لك واش يكتب، تاكدي يستحيل بانه راح ينسى واش حفظ وراح يجيب العلامه الكامله، لان هنايا راه سوف كل شروط الحفظ. افهم اقرا وافهم واحفظ وعاود كتبه وعاود شرحه له كذا ما ينساه، يستحيل انه ينسى. طبعا انا اعتبر ان هذا حل سحري للتلميذ اللي ينسى الحفظ. ما تحفظيه شفويا، حفظيه شفويا هذه الاولى، ثانيا يعاود يكتب واش حفظ، وثالثا يشرح لك واش كتب واش حفظ. طبعا كل مقطع يتم بهذه الطريقه حتى نكمل الدرس الطويل. تأكدي بلي الدرس اللي تحفظ بهذه الطريقة يستحيل أنه ينساه التلميذ. أتمنى لكم التوفيق وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله تعالى.